تبحث عن ملاذ لها ضمن سياقات ديال التحرير السمعي ومبادرة هذا الإعلام إلى إعطاء فسحة مهمة بالنسبة للمواطنين ليعبروا عن حالاتهم وعن أيضا مواقعهم وعن أيضا ما يمكن أن يتطلبه الأمر من الوجود الإعلامي ليصل ويتواصل مع المسؤولين الحكوميين. صوت المواطن كانت له القدرة على صناعة الحدث وعلى أيضا التميز ضمن مجموعة من باقات برامج الإذاعة التي كنت أنتمي إليها سابقا، وهي حظيت بمتابعة كبيرة وبالتصاق جماهيري يعني فعال. كانت فيه أيضا الساحة الإعلامية بحاجة إلى مثل هذه البرامج التي يمكن أن تكرس نوعا من المبادرة إلى الحوار وإلى الالتصاق بالقضايا العامة الشعبية، وإلى أيضا البحث عن ميكانيزمات جديدة لمفهوم القرب الإعلامي. صوت المواطن أيضا كانت تجربة ثقافية لأنها أسست لي تقليد جديد، كون أن الميكروفون كان ربما مفتوحا ومنفتحا على كل القضايا المجتمعية التي كان الإعلام يراهن على الاقتراب منها وعلى أيضا تثمينها ضمن سياقات متعددة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما هو معرفي بصفة عامة. وأعتبر أن هذه الأنواع من البرامج هي بحاجة ماسة إلى الاستزادة وإلى أيضا التوفر على آلية جديدة متنوعة وفي سياقات متعددة، ليس فقط داخل غرفة الاستوديو، ولكن أيضا بإمكان صوت المواطن أن يخرج إلى الشارع وأن يعمم تجربته داخل النسق المجتمعي بما يمكن أن يفعل دوره يعني خارج الجدران، وأيضا بالتصاق بمشاعر المواطنين، لأن الميكروفون يجب أن يكون صورة تعكس المجتمع بعينه. فإن كان صوت المواطن جزءا لا يتجزأ من السياق ديال التحرك بالوفرة الكامنة الزمنية والمكانية، فإننا نعتبر صوت المواطن أيضا هو روح النص المجتمعي، لأنه يجب أن يتمثل هذه الروح وأن يعكس صورتها الحقيقية في المجتمع الجماهيري. صوت المواطن من أن يستمر من موقعه الجديد في أن يحظى بالعناية اللازمة من قبل متتبعيه، ومن أن يعني يستشعر أهمية الأسئلة التي تحيط بالمجال الإعلامي الإلكتروني وما يمكن أن يقع عليه الحافر. الإعلام الإلكتروني الذي يبث إلكترونيا بالطريقة الجديدة يمارس مهامه انطلاقا من موقعه أولا ضمن الجهاز الرقمي الذي يعاني ربما معضلة ما يسمى بالتقاطعات الزمنية، أنه لا يبعث بالشكل العادي كما كانت تبعث به أو يبعث به البث المباشر بالنسبة للإذاعة التقليدية بالشكل المتعارف عليه. بحثوا عن الخبر بشكل يشكل مصداقية لدى الباحث عنه، وطبعا أن تكون هذه المصادر ذات مصداقية وذات قوة حضورية في الساحة. وبالتالي الوظيفة ديال الإعلام هو النبش عن الخبر من منطلقات اللي هي تتحددها
الأخلاقيات ديال مهنة الصحافة، عدم العبث بالخبر وأيضا التنقيص منه، أو يعني التقاطع مع كل ما يشكله هذا الخبر من مفاهيم التي تحظى بتكريس طبعا المصداقية انطلاقا من توصلك به ومرورا بالبحث عن روافده، وأيضا ختاما ب يعني العمل به وأيضا تبنيه أو تزكيته. فإذا نحن نعاني الآن من معضلة حقيقية هي وجود صحافة يعني مشوهة للحقيقة، وهي تشوه أيضا ذاتيتها من حيث لا تدري، لأنه طبعا حبل الكذب قصير، وتشويه الحقائق لا يمكن أن يستمر إلى ما شاء الله، لابد وأن تكون هناك حدود لهذا التشويه ونهاية للأكاذيب. ولهذه الاعتبارات لابد من أن تكون هناك تدخلات على مستوى الفعل المؤسساتي من قبل المجلس الوطني للصحافة، وأيضا النقابات المهتمة والمؤسسات ذات الشأن في هذا الخطاب، من أجل أن تؤسس لمدارك أخلاقية جديدة قادرة على أن تتعاطى مع القضايا الأكثر إشكالية في المجتمع، والتي هي محط أنظار القطاعية الكبيرة في ما يخص الصحافة الإلكترونية. مدقع وغير قادر على التفاعل مع الكثير من القضايا التي استجدت في هذا النطاق، ولكن أتمنى مخلصا أن تتحرك يعني اللجان الأخلاقية المهتمة بهذا الموضوع داخل المجلس الوطني للصحافة، عدا القول أن هناك ضمير صحفي يجب أن يتحرك بالموازاة مع الشكل المؤسساتي الذي تحدثت عنه قبل قليل. وأعتبر أن المتعاطين مع هذه القضايا من أجل أن يرصدوا أكبر طبعا بوز بالنسبة للنشر، وبالنسبة أيضا للتموقع داخل المؤسسة الإعلامية، هم مخطئون، لأنه القيمة الإضافية التي تعنينا في الخبر ليس نشره كاذبا أو يعني متلفا أو مقطوعا أو مشوها، ولكن الأساس فيه هو تلقيه ذلك الذي يتلقاه ويتقبله هو الضحية، لأنه سيكون علامة بارزة في حياته، وأيضا مؤثرا من مؤثرات ربما يعني تعريف بقضية أو نقل معلومة خاطئة أو أيضا نبش في تاريخ معين، فهذا يؤثر في الأسرة ويؤثر في المجتمع بشكل أهم. الآن حول مركز عناية للتنمية والأعمال الاجتماعية، هو سؤال بدهي، لأنه نحن الآن في سياق تعاطينا مع الحدث الجديد ديال جائحة فيروس كورونا المستجد، هناك توقف شبه كامل بالنسبة لجميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الثقافية والسياسية والاجتماعية والإعلامية بحكم الإجراءات الاحترازية الممارسة لمواجهة الحالة الوبائية للمملكة المغربية. وبالتالي فإن مركز عناية اصطرى مجموعة من البرامج، وهذه البرامج ربما تابعها العديد من المهتمين بالمجال على المستوى المغربي والعربي، لم تتوقف، ولكن كانت ربما التفاعل معها بشكل اللي هو إجرائي، مشى مع السياق الجديد ديال نقل الحدث عن بعد، وهذا الاعتبار عنده أهمية على مستوى الإعلامية والثقافية، ولكن ربما هو يعني بالنسبة للتواصل مع شريحة كبيرة من المواطنين سيكون طبعا مشكل، لأنه باش تعمل الآن
يعني برامج ثقافية وسياسية واجتماعية وإعلامية بشكل حضوري صعب للغاية، لأنه هناك ربما قلق بالمعنى الوبائي من أنه تكرس الهيمنة ديال الخوف من العدوى ولا كذا من الكوفيد 19. ولهذا نحن نمارس الثقافة الآن بشكل ربما يعيد ترتيب الأوراق من جديد، من حيث أنه يمكن أن نتفاعل مع معطيات قادرة على أن تتواصل مع الشكل الجديد للحالة الوبائية التي نعيشها. ومركز عناية حاضر في واحد مجموعة من المشاريع أطلقنا بعضها سابقا، يعني هذه واحد الشهر، ولكن نحن ننتظر ربما واحد مجموعة من المواقع يعني الثقافية اللي عنات على أنها ستكرس نوعا من الشراكة مع مركز عناية من أجل أن نتفاعل مع معطيات جديدة للثقافة. وأتمنى أن لا نقف عند هذا الحد، لأنه طبعا هذا يلامس جوهر العلاقة بين الثقافة والمجتمع، لأنه خصنا نكون دائما على استعداد وحتى في الحالات الاستثنائية من أننا نواجه بعض المعضلات، لأن الثقافة لا تقف، وهي عضوية وتمارس بشكل عادي بالنسبة للمجتمعات، ولا يمكن أن تتحرر من قيوداتها تبعا للأوضاع الحالية إلا بطموح إلى العمل بالمزيد من الرهان على أن تكون الثقافة هي ضمن الأولويات بالنسبة للمواطن المغربي. وهذا ما نعتقده مخلصين، وأتمنى أن تكون المؤسسات الحكومية أيضا متفائلة مع هذه القطيعة الزمنية الجديدة التي نعيشها. أولا وزارة الثقافة لم تتغير، لا زالت هي الكثير من ممارسي الثقافة على مستوى المنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات والمؤسسات ما زالت تعاني من القطيعة المهلكة التي تدبر بها وزارة الثقافة في هذا القطاع الذي أصبح ينتمي مع الأسف الشديد في الحكومة الجديدة القطاع الشباب والرياضة، وهذه سابقة لم نعيشها إلا في الثمانينات. مع الأسف الشديد البرامج ديال وزارة الثقافة مع قلة الدعم، مع قلة أيضا الممارسة الثقافية بالشكل ديالها الجديد في ظل الكورونا، أعتقد بأن هذه المثبطات ربما ستزيد في الطين بلة، وأتمنى أن تعيد الدولة النظر في سياق الحديث عن دعم الثقافة وعن أولوياتها وأيضا رهانتها في المجتمع المغربي. وفي القريب العاجل ستعلن أو يعلن مركز عناية رفقة شركائه من المغرب ومن أوروبا والعالم العربي واحد مجموعة من البرامج اللي غادي تتماشى مع السياق الجديد للأحداث التي نعيشها. وما يمكنش حنا تنتكلموا على مشكلات ديال الأخلاقيات مهنة الصحافة، خصوصا على مستوى الصحافة الإلكترونية، وحنا تنتفرجوا فيها كأننا نتآمر، يعني لأنه حتى هذاك اللي تسكت هو متآمر. وأنا يعني أقولها بكل صراحة، الشياطين المتآمرون على النزول للقاع بالمهنة نبيلة بحال مهنة الصحافة، وخصوصا بالشكل الجديد ديالها الإلكتروني، ومساهمة في تخريبها من قبل من ينتمون إليها، ونعني بذلك أصحابها، إنهم هم الأولى بإصلاحها من الداخل قبل أن نترك الحبل على الغريب، وقبل أيضا نوجه سهام الانتقاد إلى المؤسسات الأخرى التي وضعت نصوصا ولكن يلزم بتوظيفها وبإنزالها الكثير من التضحيات، والكثير أيضا من الخطوات التي يمكن أن تؤسس لملمح جديد الذي نعتقد أنه هو الأولى في ضمن سياق الحديث عن عالم أخلاقي يعني وجودي
قادر على ملامسة قضايا جوهرية للمجتمع وهي معروفة، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يخل بهذه الأخلاقيات. شكرا. وهذه من ضمن المعضلات التي يعيشها المجال الإعلامي الإلكتروني. هذه المشاعر مرتبطة أيضا بحرية التعبير كمدار مهم جدا في دولة الحق والقانون والحق في التعبير، وأيضا هذا يفتح مجال واسع للحديث عن الإعلام المجتمعي أو صوت المواطن المجتمعي الذي تؤثره وتؤثر على مخرجته وسائل التواصل الاجتماعي بما تعني الكلمة من معنى، لأنها مؤثرة بشكل خطير في صلب وروح الإعلام الإلكتروني. على أي حال، انتقال صوت المواطن، التجربة التي مورست يعني في ظروف ربما تتقاطع، و يعني ما كنت أتمناه أن يستمر بنفس التعبئة بنفس الجهد وأيضا بنفس الحماس، سيستمر بشكل أظن بأنه سيعطي إيقاعا آخر غير الإيقاع الذي كنت ربما أعنيه حينما كنت أمارس طبعا مهنة الإعلام الإذاعي بشكلها التقليدي. الممارسة الإعلامية أو الإذاعية الإلكترونية الآن هي في المفرق كما يقال، لأنها يعني تحاط بالكثير من الشوائب وأيضا من الإشكالات الكبرى والإكراهات التي يمارسها الإعلامي انطلاقا من محدداته المادية وإمكاناته اللوجستيكية وأيضا وجوده الاعتباري ضمن نسق الإعلام بشكل عام، والرافد أو ربما الروابط التي يمكن أن تتصل بما كان وبما سيكون هو عزيمة صوت المواطن من أن يستمر من موقعه الجديد في أن يحظى بالعناية اللازمة من قبل متتبعيه، ومن أن يعني يستشعر أهمية الأسئلة التي تحيط بالمجال الإعلامي الإلكتروني وما يمكن أن يقع عليه الحافر. الإعلام الإلكتروني الذي يبث إلكترونيا بالطريقة الجديدة يمارس مهامه انطلاقا من موقعه أولا ضمن الجهاز الرقمي الذي يعاني ربما معضلة ما يسمى بالتقاطعات الزمنية، أنه لا يبعث بالشكل العادي كما كانت تبعث به أو يبعث به البث المباشر بالنسبة للإذاعة التقليدية بالشكل المتعارف عليه. يعني هناك ربما أيضا نوع من التواصل آخر يمكن أن ينخلق انطلاقا من الشكل الجديد ديال البث الإلكتروني، وهو البحث عن مكان للتعريف بالإعلام الجديد وبأهمية أن تكون مقوماته الأساسية مبنية على قيم وأخلاقيات، وعلى أن مقاربة مجموعة من القضايا المجتمعية هي قريبة جدا من نبض الإعلام بشكل عام ويستطيع أن يتفاعل معها الجمهور بشكل متعارف عليه. بقيت ملاحظة واحدة، وأنه بالنسبة للبث الإلكتروني هناك يعني صعوبات في التواصل أو في الاتصال، لأنه هذه من المهام الكبرى ديال الإعلام، وهو أن يعني يشق جسورا للتواصل والاتصال بين الناس. هذه من الوظائف المعروفة، وبالتالي في البث الإلكتروني ستكون له طبعا صعوبات بالنسبة لهذا
السؤال المهم ضمن السياق الذي تحدثنا عنه. هناك سؤال آخر تطرحونه حول التضليل ونشر المغالطات المنتشرة في الصحافة خصوصا الإلكترونية منها، وكيف يكون للخبر مصداقيته في ظل هذه المعضلة التي يعيشها الإعلام حديثا. أقول أن المصداقية يراهن عليها الإعلام من منطلقات متعددة. أولا الارتباط بالمفاهيم الكبرى للوظيفية للإعلام والصحافة، ومن بين أهم هذه المعالم هو البحث عن الخبر بشكل يشكل مصداقية لدى الباحث عنه. وطبعا أن تكون هذه المصادر ذات مصداقية وذات قوة حضورية في الساحة، وبالتالي الوظيفة ديال الإعلام هو النبش عن الخبر من منطلقات اللي هي تتحددها الأخلاقيات ديال مهنة الصحافة، عدم العبث بالخبر وأيضا التنقيص منه، أو التقاطع مع كل ما يشكله هذا الخبر من مفاهيم التي تحظى بتكريسي. طبعا المصداقية انطلاقا من توصلك به ومرورا بالبحث عن روافده، وأيضا ختاما ب العمل به وأيضا تبنيه أو تزكيته. الوظيفة الهامة الأكثر حضورا في البحث عن الخبر هو أن يحظى هذا الخبر بالفعل الحقيقي داخل المجتمع، يعني إلى أي حد يمكن أن يؤثر الخبر الذي تبحث عنه وتجعله طبعا رافدا من روافد ديال الانتماء إلى مؤسسة تمثلها، وتجعل ضمن سياقات الحديث عن هذا الخبر هو الاطلاع بمصدره ويعني مكامن وجوده ومنطلقاته ومؤسساته القيمية الأخرى التي نتحدث عنها، كي يكون أكثر فعلا وأكثر تأثيرا في المجتمع. الوظيفة الخبرية كما هو متعارف عليها في العلوم ديال الاتصال والإعلام هي أن تحظى بأسبقية على مستوى المعرفة، وعلى مستوى أيضا ليس فقط على مستوى الحضور القيمي في المجتمع، ولكن على مستويات ديال التمييز بين ما يمكن أن يؤثر في المجتمع الذي سماه بعض الخبراء بالمجتمع الأخلاقي، وبين عدم التأثير ديال هذه الأخبار في المجتمعات التي تعاني أشكالا متعددة من عدم الانتباه إلى الشكل الجديد الذي يجب أن يحظى به الإعلام القيمي كما هو ممارس في الأخلاقيات ديال مهنة الصحافة والإعلام بشكل عام. فالتضليل ونشر المغالطات وتشويه الحقائق هذه روافد ربما من المؤسسات القوية لوجود دائما ما يشكل هامشا في السياق ديال حديثنا على الخبر المشوب بالكثير من الأكاذيب والتشوهات. لا يوجد أي اعتبار أخلاقي إلا ويوجد في مقابله شكل لا أخلاقي، وبالتالي فالممارسة اللا أخلاقية في أي شكل من أشكال كتابة الخبر هي جزء من هذا الفعل الذي نتحدث عنه. ولهذا فقانون الصحافة
يعني كانت من بين أهم محطاته في المقاربات التي تحدث عنها، هو تجاوز إشكال المغالطات والأكاذيب وتشويه الحقائق التي يمارسها بعض الذين ينتمون إلى الإعلام والصحافة، وأيضا حثهم على ممارسة هذه المهمة النبيلة في سياق الحديث عن الأخلاقيات المؤسسة للصحافة بصفة عامة. فإذا لا يمكن ربط هذه الشائعات وهذه الأكاذيب والتشويهات اللا خبرية بمحطة مهمة ضمن تشكل القوامة ديال الإعلام بشكل عام، وإلا قلنا بأنها يمكن أن تكون جزءا لا يتجزأ من الممارسة الإعلامية بشكلها الإلكتروني. هي كانت قبل الإلكتروني وستبقى خلال التفاعل الإلكتروني مع المشكلات الجديدة للإعلام، وهي أيضا كما توجد في الصحافة المكتوبة يمكن أن تكون في الصحافة المرئية، وتكون أيضا في كل يعني التخصصات الأخرى الموازية لها. فإذا نحن نعاني الآن من معضلة حقيقية، هي وجود صحافة يعني مشوهة للحقيقة، وهي تشوه أيضا ذاتيتها من حيث لا تدري، لأنه طبعا حبل الكذب قصير وتشويه الحقائق لا يمكن أن يستمر إلى ما شاء الله، لابد أن تكون هناك حدود لهذا التشويه ونهاية للأكاذيب، ولهذه الاعتبار